حقنا نكون فخورين بصراحة بدولتنا والإجراءات الاحترازية اللي قاعدة تتخذ بسرعة وبدون أي تهاون بهدف سلامة المواطن والمقيم، فخصوصا من جائحة كورونا. فكلنا شهدنا الفترة الأخيرة موضوع الحجر، والآن بدينا نشهد موضوع أنه الحجر هذا بدأ يفك بطريقة تدرجية. الآن بدأ الساعة 5 قبل يومين أو 3 عرف طلع هذا القرار. طبعا في تشديد مع هذا القرار بالالتزام بالتباعد الاجتماعي. وسمعنا يعني أمس جانا خبر، إحنا كفريق عمل الشرقية داتا كيمينيتي، إنه عبد الرحمن وفريق عمل من متخصصين أنشأوا تطبيق أو سوليوشن يستخدم الذكاء الاصطناعي للمساعدة بالالتزام بالتباعد الاجتماعي. فطلبت منك إنه إذا ممكن تورينا بروتوتايب على هذا الشيء اللي ممكن يفيدنا في خلينا نقول في الفترة الجاية بالالتزام بالتباعد الاجتماعي، متحمس جدا نبغى نشوف، فإذا ممكن تورينا. جميل، أكيد أكيد من دعاء سروري. طيب حاول أسوي شيء، طبعا شير سكرين لك وللضيوف. طيب حلو، اتوقع الان لديك رؤيه لل على السلايدز اللي عرضها. نعم واضح. طيب حلو، حلو. فبالنسبه للتجربه هذه ما ذكرت، يعني تطبيق الذكاء الصناعي لها فائده طبعا، في تسهيل حياة الناس وطبعاً وزيادة وأتمتة المهام الدورية. فطبعاً يعني في بالنسبة للأزمة كورونا الوبائية، أكيد يعني يقول في فائدة لتطبيق الذكاء الصناعي في تسهيل الأزمة هذه، أو على الأقل في تقليل مستوى الضرر يعني. فقمت أنا وزملاء لي الأسبوع الماضي ببناء أداة اسمها فلو. فلو هو تطبيق يستعمل تطبيقات رؤية الآلة أو كمبيوتر فيجن لتحليل مدى التزام الزبائن في المحلات التجارية بالتباعد الاجتماعي. فأنا أوريكم حتى الديمو اللي بين الناس الأسبوع الماضي بيكون أفضل يعني. هذه هي تطبيق صفحة فلو. ففلو يتكون من 4 أقسام، نبدأ من القسم الأول في الفوق على اليسار. طبعا احنا التطبيق ياخذ السكيورتي فوتج اللي هو التصوير الامني للمحل اللي يكون فيه الاشخاص الموجودين في المحل يعني، ونقوم باول شيء باستخراج الاشخاص الموجودين في كل فريم على اليمين الاوبجكت ديتكشن، وبعدين في الفريم الثالث نقوم بتطبيق نموذج اللي طورناه اللي للتأكد من مدى التزام الزبائن في التباعد الاجتماعي، بحيث أن أحمر يكون معناها في تقارب وأخضر معناها في مسافة كافية. وأخيرا طبعا نعرض البيانات هذه كلها في فيو موحد اسمه بيرد آي فيو، بحيث أنه يكون في تصوير واضح لحركة الناس في المحل التجاري. وطبعا نستخدم البيانات هذه اللي في البيرد آي فيو لاستخراج معلومات أخرى مفيدة، اللي هي في عدد الفايوليشنز اللي هي عدد المرات اللي يكون فيها الزبائن بشكل متقارب البعض. ونفس الوقت نستخرج عدد الزبائن الموجودين في المحل، كم زبون موجود وكم الحد الأقصى ممكن يتحمل المحل. طبعا واخيرا نستخرج معلومات ثانيه مفيده يعني لصاحب المنشاه، اللي هي اورلي هيت مابس اللي نشوفها تحت. هذه الهيت مابس تعرض
تعرض صورة بيانية لأماكن الأماكن اللي يحدث فيها أكثر عدد من السوشيال فايليشنز أو التقارب الاجتماعي، بحيث صاحب المحل ممكن يعرف مثلا الساعة 10 صباحا كان في منطقة كانت مزدحمة فممكن يغيروها، بحيث يساعد على بناء على يعني يساعد على تقليل الأخطاء الاجتماعية أو يقل على يقلل من فرصة تقارب الناس البعض. فهذه تقريبا النظرة المبدئية طيب على التطبيق. معليش عبد عبد الرحمن، اعذرني بس حناقشك شويه في الموضوع هذا لانه جدا يعني خلينا نقول انترستنج الموضوع، فنبغى ننقل المعلومه بافضل طريقه لمجتمع البيانات. زي ما قلنا انه مجتمعات البيانات او لقاءات داتا كوميونتي هدفها انه الناس نقل خبره الى مجتمع البيانات، فخلينا ناقشك شويه في الموضوع هذا. احنا الحين كويس انك طلعت فوق لانه هذه الكاميرا والكاميرات الاربع اللي جميل. على اليسار. هذه الكاميرا، هذه الصوره الكاميرا العاديه. حلو، حلو. انت الحين قاعد تستخدم كمبيوتر فيجن، فاكيد اول شيء حتسوي الاوبجكت ديتكتيف اللي هو اللي على اليمين، اللي على اليمين هذه الخضراء، فما في اي مشاكل. بس اللي تحت على اليسار اللي هنا الشغل كامل، السوداء اللي تحت على اليسار، هنا انت سويت اوبجكت كلاسيفيكيشن. فإذا حتسوي Object Classification، يا إما إنك حتستخدم الـ Classical Computer Vision أو حتستخدم الـ Algorithm الخاصة بهذا الشيء زي الـ CNN مثلاً، فأنت إيش استخدمت منه؟ صحيح. بالنسبة لي يعني CNN ولا Classic؟ بالضبط عليك، لا بس CNN أكيد طبعاً زي ما ذكرت يعني CNN. CNN طيب أكيد. السي ان ان مجموعه كبيره من الخوارزميات، تبغى تقول انا اي خوارزميه استخدمتها لانه نبغى الشيء دقيق. اي اكيد. بالنسبه لي زي ما ذكرت يعني في قسمين في نقول تطبيقات الرؤيه الاله، يعني الكمبيوتر فيجن، في كلاسيكال كمبيوتر فيجن، في طبعا الديب ليرنينج بيست. يعني ف طبعا استخدمنا الكونفولوشنال نورال نتوركس يعني في تطبيقنا هنا بالتحديد. يعني استخدمنا نتورك اسمها ماسك سي ان ان، اللي لها القدره انها تفصل بين اكثر من شيء او من شخص في الصوره، وتحدد نفس الوقت تعطيك معلومات اكثر عنهم، بحيث ممكن حتى في تقارب او تباعد كافي. يعني الموديل اللي استعملناه هنا كان مبني على ورقه بحثيه نشرت من فيسبوك اي اي العام الماضي، فتعتبر من احدث الخوارزميات اللي نشرت في هذا المجال يعني، واللي سهلت او سهلت علينا بناء التطبيق هذا طبعا. فهي اسمها ماسك ار سي ان ان، وبيكون بشارك ان شاء الله طبعا معلومات الورقه هذه والنوت بوك اللي استخدمها. جميل. طيب اوكي، هذا بالنسبه للخوارزميات. الان حولتها استخدمنا هذه الخوارزميه، وبعدين بعد ما خلصنا سوينا البيرد اي. ليه استخدمنا البيرد اي؟ البيرد اي حولتها ل 2 دي، ليه؟ ايش الفائده منها؟ اي حلو. بالنسبه للبيرد اي احنا اخذنا طبعا الفيوز هذه كلها وحطيناها في فيو موحد اللي هو البيرد اي، بحيث انه يعرض لصاحب المنشاه او المسؤولين على الامن في المنشاه هذه صوره موحده وثابته على حركه الناس في داخل المحل، وكذلك نوضح لهم الحالات اللي يكون فيها تقارب اجتماعي. نرسم طبعا خط يكون بين الاشخاص اللي يكون تقارب بينهم اقل من 6 اقدام او متر ونص، وهو طبعا الحد المسموح فيه او الموصى به من وزاره الصحه وطبعا ودبليو اتش او. فطبعا الهدف الثاني من البيرد اي فيو غير العرض هذا اللي هي استخراج معلومات اخرى مفيده اللي ذكرناها قبل شوي بس نعرضها اكثر الحين. طبعا البيرد اي يعطينا بيانات اكثر فائده او يعني اكثر نقول يعني مع اكثر وصف اذا عرضناها بطريقه بيانيه كالتالي. فعندنا يعني تو تشارتس تو تايم سيريز هنا. الاول اللي هو فايوليشنز، الرسم بين الاول يعرض عدد المخالفات الاجتماعيه على الوقت في الثانيه. فمثلا في الوقت الفلاني مثلا في 30 مخالفه اجتماعيه، معناها في 30 شخص في الثانيه هذه كانوا بشكل متقارب البعض اكثر من الموصى به او المسموح فيه. ونفس الوقت الخط الاحمر اللي هو الحد الاقصى اللي متوقع، مثلا 30 مخالفه هو الحد اللي المسموح فيه في المحل هذا.
الثاني طبعا الكاستمر اكونت نحسبها بنفس التقنيه هاي. معلش بس الجراف الاول يعني هدفك منه انه لو الخط الاخضر جاء فوق يعني في مشكله، لو الخط الاخضر جاء تحت الاحمر الامور طيبه. صح بالضبط عليك. اي اوكي جميل. هذا المفروض الحد الاخضر يكون دائما اقل من الفرش الخط الاحمر صحيح. جميل. او بالنسبه لي بالضبط الرسم البياني الثاني اللي هو الكاستمر اكونت نعرض عدد المتسوقين في المحل الموجودين في اي وقت في كل الاوقات، فصاحب المنشأة يعرف كم عدد المتسوقين واين اماكن تواجدهم في المحل هذا، يعني هل هم في منطقه في العائله مثلا او في مثلا قسم مثال نقول يعني مثلا قسم الادوات الطبيه او قسم الالبان والمشتقات وما الى ذلك يعني او الكاشيرز يعني. فهذا هذه الرسوم البيانيين نستخرجهم من بيانات البيرد اي فيو. وطبعا معلومات اخرى ثانيه طلعها لي هو الهيت ماب هذا اللي ذكرناه قبل شوي. الهيت ماب لها فائده كثيره يعني فائده كبيره مره لصاحب المنشاه حيث يحدد الاماكن نعطيه تصور وين الاماكن نعطيه فيجواليزيشن وين الاماكن اللي فيها مخالفات اكثر من غيرها. فالمنطقة هذه ممكن تؤخذ بعين الاعتبار واعاده تصميم مثلا مثلا منطقه الكاشير قد تكون هي اكثر بؤره للتقارب الاجتماعي فممكن اعاده تصميمه بحيث يكون في فرصه للابقاء على الناس بينهم بعض. طبعا هذه كل البيانات هذه نجمعها من المنشأة ونفس الوقت نستعمل الخوارزمية بعد لاستخراج عدد المتسوقين اللي يقول المسموح فيه بحيث يكون في تباعد اجتماعي بين الأشخاص. مثلا بالنسبة للمحل هذا يعني المحل التجاري هذا طلع يعني الخوارزمية ذكرت 60 شخص هو العدد الأمثل للمتواجدين في المحل بحيث ان بيكون في ما يكون في مخالفات التقارب الاجتماعي. فطبعا كل ما كان كل ما زاد الالتزام في المحل او كل مثلا لو تغيرت بيئه المحل مثلا ناحيه ترتيب الكاشير وكذا الخوارزميه تلقائيا بترفع الرقم هذا او بتنقصه حسب التزام الناس في المحل هذا تلقائيا. فالفكره من التطبيق ان نستخدم تقنية يعني الذكاء الصناعي أو رؤية العقل بحيث أن نسهل على أصحاب المنشآت اللي مثلا زي ما ذكرنا زي ما سمعنا قبل أسبوع مثلا أو الأسبوع الماضي في بعض الدول في السعودية طبعا عندي بعض المحلات التجارية بتكون لها الفرصة تفتح مرة أخرى لكن طبعا مو بنفس أول يعني بيكون في تنظيم للافتتاح هذا بحيث ما يكون في تزاحم او تقارب اجتماعي بين المحل بين الزبائن في المحلات هذه. فحنا نتوقع الاداه هذه ان شاء الله بتساعد المحلات التجاريه هذه او اصحاب السبيسز انهم يتاكدوا ان تجربه زبائنهم هي تجربه سليمه يعني وان شاء الله نقلل مستوى الخطر يعني او انتقال العدوى بين الناس يعطيك العافية. الاكثر سبب يعني بصراحة وجديا البيانات أثبتت فعاليتها بشكل جدا كبير في موضوع الكورونا، وكمان الآن هذا مثال عملي على كمبيوتر فيجن والاي اي والارتفيشال انتليجنس كيف ممكن انه يطور هذا الشيء ويساعدنا في اتخاذ القرار في اشياء مرة كبيرة.